صلاة الاستسقاء، ما هي الآداب؟ ما العمل الذي نستجيب رحمة الله؟ إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم. اللهم لا تعذبنا بما نحن أهله يا رب العالمين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم اصل عبادك وبهائمك، اللهم اصل عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اصل عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، وأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم بحق شيوخ الركع، اللهم بحق شيوخ الركع والصبايا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اليوم المبارك جينا كنصليو صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة أمير المؤمنين في هذا اليوم المبارك، صلى الله تعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وهذه هي سنة نبوية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يقل المطر وتجلب الأرض ينادي الناس ويرجعون إلى ربهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالهم إلى أحسن حال، ونطلب الله ربي ما يخيبناش وتكون هذه الصلاة إن شاء الله مستجابة، وعما قارب إن شاء الله تعالى يغيثنا الله سبحانه وتعالى ويغيث القلوب ويغيث البلاد والعباد برحمة واسعة إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يعلم الجميع نحن بحاجة إلى المطر، والمطر يسقينا الله سبحانه وتعالى ومن فضله، وهذا المطر له أسباب باش يعني وقف المطر، وإحنا ما ندخلوش ديك الأسباب، وإنما جئنا باش نطلب الله سبحانه وتعالى لعله يسقينا مطرا غيثا نافعا. والسبب باش الله يعتقنا بالمطر هو الصلاة، سميت بصلاة الاستسقاء، يعني الله يسقينا، ولهذا السبب جينا ندعو الله سبحانه وتعالى لعله يستجيب لنا إن شاء الله، ويكون الخير ونبت الزرع وحمنا جميعا وينظف قلوبنا إن شاء الله، ويكون كل شيء بخير وعلى خير، ونطلب الله قبول هذه الصلاة إن شاء الله بكثير من الأجر والثواب، وقبل ما نمشيو للدار حتى تكون الشتا طاحت علينا بحال وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.